جايل من NCT يقضي على مسيرته الفنية. تهديدات بالقتل، اعتداءات على النساء، تجسس لمدة 6 سنين. اتهامات كانت كافية جداً إنها تخلي شركة SM Entertainment يصدروا بيان رسمي بإنهاء عقد عضو فرقة NCT Tail ووقف نشاطاته الفنية فوراً، وتعلن إنه حالياً بيخضع للتحقيق. بس لغاية دلوقتي تفاصيل القضية مش واضحة وما تمش ثبوت الاتهامات عليه. بس اللي تم نشره في الأخبار إن تاييل بيهدد أحد الفتيات بالقتل هي ووالدتها المريضة، وبيبتزها بصور وفيديوهات حصل عليها بسبب كاميرا مخبيها عندها من 6 سنين، ده غير إنه عامل هاك للموبايل الخاص بيها. بس فكرة إن SM تاخد القرار بالسرعة دي معناه إن تاييل فعلاً متورط في قضية كبيرة، ففي الغالب الأخبار بتنتشر عن الأيدل وبعدين الشركة المنتجة بتصدر بيان، بس المرة دي حصل العكس. ده غير إن أعضاء NCT كلهم عملوا له أنفولو من السوشيال ميديا، وحتى إن قائد الفرقة تاي يونغ مسح كل صور تاييل من حسابه. فردة الفعل دي ما حصلتش مثلا لما طلعت اخبار تخص لوكاس بانه خان صديقته السابقه وكان بيستغلها ماديا، وساعتها SM اكتفت بوقف نشاطاته لمده 2 سنين، ومن بعدها فصلته من فرقه NCT وبقى سولو ارتست. والفانز كلهم لغايه دلوقتي مصدومين من الخبر ومش قادرين يصدقوا ان فنانهم المفضل ممكن يعمل كده. فتاييل عنده شعبيه كبيره في عالم الكي بوب، وفي 2020 دخل موسوعه جينيس كاسرع شخص بيوصل لمليون فولور على الانستغرام، وحاليا بيتابعه 5 مليون. ومن حوالي شهر كان طرح ألبوم ووك مع فرقة NCT 127، وحتى ان ساعتها ET بالعربي كان ليه مقابله خاصه معاه. السلام عليكم. So we're in NCT. Hi, we are NCT 127. وغير نشاطاتهم مع الفرقة كان بينزل كوفرز، وكمان قدم OST لواحد من أنجح المسلسلات الفترة الأخيرة 2521.